اهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي جمهورنا الكريم. اهلا وسهلا بكم في لقاء وحوار رقمي اخر نستضيف فيه اليوم ضيفا عزيزا عطوفة رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني. نحن في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي، يسعدنا ويشرفنا أن نطلق سلسلة من اللقاءات والحوارات عبر منصة ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، والذي نسخر هذه المنصة دائماً للبحث والتفكر والحوار واللقاء والالتقاء بكل قضايا الوطن. اليوم نتحدث عن الاستثمار، ويشرفنا جداً أن يكون معنا ضيفاً عزيزاً قديراً وقامة اقتصادية كبيرة. لذلك نرحب بجميع المشاركين وجميع المتابعين للتقدم بتعليقاتهم وأسئلتهم أيضاً عبر هذه المنصة على صفحة ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي على الفيسبوك، وإن شاء الله سيتم الإجابة على معظم على هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات. للتعريف سريعاً بنبذة سريعة عن سيرة عطوفة الدكتور خالد الوزني، هو حاصل على شهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية في القاهرة والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة، وأيضاً خبرته تزيد عن 30 عاماً في مجالات العمل الأكاديمي والعمل الخاص والعمل العام. هو خبير اقتصادي ومحلل اقتصادي متخصص في قضايا الاستراتيجيات والتنمية الاقتصادية وتنمية الأعمال وهندسة الإجراءات والتخطيط التنموي والتخطيط الاستراتيجي، وحائز على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية. عمل عطوفة الدكتور خالد الوزني بالأعوام 1999 إلى العام 2006 كمدير عام لدائرة الجمارك الأردنية، وأيضاً مستشار في الديوان الملكي الأردني الهاشمي العامر، ورئيساً للفريق الاقتصادي لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومديراً لإدارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي. وكان سابقاً أيضاً كبيراً للاقتصاديين وخبير ومحلل مالي واقتصادي وشريك مؤسس في شركة إسناد الاستشارات. عمل في الفترة من عام 2006 إلى 2011 في القطاع الخاص مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً لشركة سرايا العقبة وتعمير الأردنية القابضة ودارات الأردنية القابضة. الدكتور خالد الوزني عمل قبل عودته إلى الأردن مستشار الاستراتيجية والمعرفة في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي في الإمارات العربية الشقيقة، إلى أن تولى منصبه الحالي رئيساً لهيئة الاستثمار في شهر تموز من العام الماضي 2019. لذلك رحبوا معي أجمل ترحيب بعطوفة الدكتور خالد الوزني. أسعد الله مساك بكل خير دكتور خالد، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا على منصة ملتقى طلال أبو غزال المعرفي. أهلا أخي فادي، وأنت العزيز الغالي أيضا، أسعد بأن أكون برفقتك، وأشكر ملتقى طلال أبو غزال المعرفي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة أن نتبادل الآراء مع المختصين، وأن أكون جزء من هذه النشاطات النوعية اللي يقدمها الملتقى تحت إدارتك أخي فادي، وأنا أعتز بك بمعرفتك وبإمكاناتك ما شاء الله عنك، فكل التقدير، ويسعدني حقيقة أن أكون معك. أشكر كلامك الطيب دكتور خالد، لا شك يعني شهادتي بشخصك الكريم مجروحة. أنت يعني رجل اقتصادي، وقبل ذلك أنت إنسان صاحب أخلاق رفيعة، وسعيدون جداً بعودتك إلى الوطن، وأنا شخصياً متابع لك منذ زمن، يعني تزاملنا ببعض اللجان الاقتصادية هنا وهناك، وأيضاً عندما غادرتنا إلى دولة الإمارات كنا متابعين لك وإنجازاتك العظيمة التي حققتها هناك. فإحنا فعلياً كل من يعرف الدكتور خالد وكل من يعمل بقربه ويتعرف على شخصه كإنسان، يعني لا شك الجميع يجمع على دمافة أخلاقك وشخصيتك الراقية وعلمك أيضاً وحرفيتك في الإدارة والمهنة، فكل احترام لك وشكراً تلبيتك دعوتنا إليك دكتور.
العفو سيدي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك سيدي الكريم. قبل أن نتحدث في موضوع اليوم، الموضوع الرئيسي وهو الاستثمار في زمن التحديات، لا شك قبل الحديث في هذا الموضوع، أنتم سيدي الكريم كمواطن أردني وأيضا رجل في منصب رسمي حكومي، كيف كانت الفترة الماضية وكيف عشتها كإنسان ومواطن أردني خلال فترة الحظر والحجر والمنع، وأيضا كرجل أعمال، وأنا أعرفك أنك رجل ميدان، فكيف كانت التجربة السابقة قبل أن ننطلق اليوم وإن شاء الله في المستقبل إلى فتح القطاعات الاقتصادية وأن تعود الحياة إلى مجراها؟ يا سيدي أشكرك على السؤال المهم، لأنه اليوم إحنا في وجهة نظري المتواضعة لا نستطيع أن نعطل أي من مناحي الحياة حتى في أحلك الظروف، ولعل أهم قضية اليوم أن تحرك الاقتصاد حتى في زمن الإيقاف الكلي الذي يحدث، لأنه لا يمكن للاقتصاد أن يتعطل، فهو إكسير الحياة. اليوم أي شيء نعمله مبني على ما يفعله القطاعات الاقتصادية، سواء كانت في مجال الغذاء أو الدواء أو الزراعة أو حتى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إحنا كهيئة استثمار الحقيقة منذ بدء الحديث عن جائحة كورونا، وشعرنا أن بعض الدول بدأت تأخذ إجراءات، والحمد لله كان الأردن محمي إلى فترة قريبة بأنه لم يكن لدي أي حالة، لكن في ذلك الوقت بدأنا بوضع خطة سميناها Early Warning System، خطة إنذار مبكر ضمن خلية اشتغلت فورا على نسقين. النسق الأول كيف نسير الأعمال، Business Continuity، لأنه توقعنا أنه ممكن يصير فيه صعوبة بالوصول إلنا، مش بالضرورة إغلاق، ما كناش متوقعين الإغلاق الكامل، لكن كنا متوقعين أنه قد يكون هناك صعوبة بالوصول وحاجة إلى تخفيف الاحتكاك مع الجهات المختلفة والتواصل الجسدي، بديش أقول الاجتماعي. فبالتالي وضعنا خطة متكاملة حتى نتعامل مع موضوع المعاملات التي يجب أن تسير وتتم حتى في أحلك الظروف، ووضعنا مقابل ذلك سميناها خطة استجابة واستشراف مستقبل، حتى ننظر إلى مستقبل العمل في ظل أي تحديات أو تحدي يفرضها أو تفرضها هذه الجائحة. والحمد لله منذ 2023 تم تشغيل المسارات الموازية إذا صح التعبير، وهو تقديم الخدمات بالكامل عن بعد دون الحاجة لمراجعة الهيئة، بمعنى كأننا لم نقم بإغلاق، مع أنه الدولة كانت أو المناحي الاقتصادية كلها مغلقة بسبب الحاجة إلى ذلك لمحاربة الجائحة. وفي نفس الوقت كان هناك فريق العمل عن بعد ينظر إلى الفرص التي يجب تحديدها والنظر فيها والعمل عليها لتكون آلية جديدة للاستثمار في الأردن. أريد أن أختصر بأن أقول أخي فادي أنه اليوم في وجهة نظري وأعتقد كل الاقتصاديين بيتفقوا معي، يبقى عنصر الاستثمار عنصر أساس في تحريك عجلة الاقتصاد حتى في أحلك الظروف في الدول التي تواجه مشاكل. وإحنا شايفين أنه اليوم الدول بدأت تعود للعمل لأن لا تستطيع أن تغلق إغلاقا تاما. صحيح صحيح، أشكرك دكتور جزيل الشكر والتقدير. لفت نظري دكتور أنكم يعني كتبتم ومضات فكرية تحت عنوان الرشاقة المؤسسية، وأنتم أصحاب الخبرة في التخطيط الاستراتيجي والإدارة والحوكمة والحاكمية الرشيدة بالإدارة المؤسسات. هذه الومضة الفكرية حول الرشاقة المؤسسية حددتها بثلاث قضايا، هل يمكن يعني تعريفنا أكثر ما هو منظورك وماذا قصدتم بهذه الومضة الرشاقة المؤسسية؟ أخي فادي، من باب زي ما بقولوا إذا الواحد جلس في وقت إضافي مش غلط إنه يتحدى فكره ويخرج ببعض الآراء التي قد تفيد. وقد وجدت أن العديد من الدول تسعى للتحرك بشكل يتناسب مع ما يحدث، وبالتالي هذا ما كتبت عنه أنا تقريبا منذ عامين في فينتشر ماجازين باللغة الإنجليزية عند تشكيل حكومة دولة الدكتور عمر رزاز
بأن تكون agile government أو حكومة رشيقة بمفهوم الرشاقة وليس الحجم. يعني المفهوم الرشاقة يشار إليه بثلاث أعمدة رئيسية كما أنا سميتهم. العماد الأول هو سرعة اتخاذ القرار، والعماد الثاني هو سرعة الاستجابة في عندما نحتاج إلى response plans زي ما بسموها، والعماد الثالث هو القدرة على استشراف المستقبل. بين سرعة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة قضية مهمة يا أخي فادي، لأنه اليوم العالم يتطور بشكل كبير. وأنا أذكر سعادة الدكتور طلال أبو-غزالي من أكثر الناس اللي أشاروا إلى المعرفة وتراكم المعرفة وسرعة انتشار المعرفة. يعلم الكثيرين أن مضاعفة المعرفة في القرون الماضية كانت تأخذ قرن كامل، يعني زيادة حجم المعرفة لدى الأشخاص كان يحتاج قرن حتى يتضاعف. في بدايات هذا في بدايات القرن الماضي اللي هو العشرين كان تحتاج 25 سنة حتى تتضاعف المعرفة لدى الشخص، يعني ربع قرن حتى الشخص يضاعف المعرفة في أي مجال كان ينظر إليه. اليوم العلم بيقول أن المعرفة تتضاعف في أقل من سنة ونص، وبالتالي اليوم عليك أن تكون قادر على سرعة اتخاذ قرار في كل ما يتطور من حولك. لا بل أن هناك تطورات عالمية متسارعة تحتاج إلى سرعة استجابة، ليس فقط سرعة اتخاذ قرار بل استجابة مناسبة لهذا القرار. لا بل أن ذلك يبنى على العماد الثالث وهو ضرورة استشراف المستقبل، وهذا كما أنا أشرت بجزء بالمقال اللي كتبته يحتاج إلى تحديد أولويات، يحتاج إلى منصات تكنولوجية مناسبة تستطيع أن تحل محل العمل الورقي في كل شيء، يحتاج إلى نوعية خاصة من القادة الذين يستطيعون أن يوائموا بين الشركاء، وأهم شيء في الآخر يمكن أنا أشرت له بشكل واضح عدم إقصاء الآخر بل بالعكس السماع للآخر والتعاون معه. وبختم بأن أقول أنه اليوم الاقتصاد الأردني أثبت أنه اقتصاد قادر على أن يحلق بجناحيه القطاع الخاص والحكومي إذا تعاونوا مع بعض. يعني اليوم اللي بيخرجنا من الجائحة بشكل أفضل إذا تعاون الطرفين مع بعضهم البعض. فهذه فكرة أن الرشاقة المؤسسية هي اتخاذ قرار، هي سرعة استجابة، هي استشراف مستقبل، وهي أولويات بالضرورة، وهي استخدام للتكنولوجيا بشكل مناسب وتطويع للمعرفة بشكل كبير والتشاركية الكاملة. جميل جميل جدا دكتور، يعني لا شك يعني احنا بنسعى دائما ونتمنى أن تكون حكوماتنا المتتابعة أن تكون بالرشاقة التي تتمنى، وكما يذكر العلم أيضا أعتقد لأنه هذا تزيد من منعة الحكومة في أي صدمات في أي تحديات قد تكون مستقبلية بسرعة التكيف والتأقلم. ويمكن نحن على خطى هذه الحكومة الرشيقة بشهادة دول العالم أن الأردن فعلا حقق مراكز متقدمة جدا في الاستجابة لمثل أزمة الكورونا. فيعني كلنا أمل بالمستقبل إن شاء الله بقيادة أشخاص وطنيين مهنيين أمثالكم سيدي لقيادة فعلا مستقبل هذا الوطن وإعادة تحفيز اقتصادنا الوطني. بالحديث عن الاقتصاد الوطني والاستثمار تحديدا وهذا الموقع المهم والحساس الذي تتقلده سيدي وتتحمل عبء هذه المسؤولية، لا شك قبل أزمة الكورونا ما كان وما زال الاقتصاد الأردني يعاني، ودائما نادى صاحب الجلالة الهاشمية بالاستثمار الداخلي والخارجي وأهميته في تحفيز الاقتصاد. وأيضا عملت الحكومات المتعاقبة على بعض الإصلاحات من أجل تحفيز الاقتصاد من أجل أيضا جذب الاستثمارات، وهذا ما أكده أتوقع تقارير التنافسية وتقرير ممارسة الأعمال الذي احتفلنا به وإياكم سيدي بتحقيق الأردن مراتب عليا جدا بهذا الإصلاح على سلم الترتيب العالمي، أن كنا من أفضل 3 دول بالعالم ريفورمرز، يعني كان عندنا الإصلاح عالي جدا. هذا ما قبل الكورونا، والآن أتت الكورونا مباغتة للعالم فزاد التحدي علينا. كيف هو الاستثمار ما قبل الكورونا وماذا تطلعون إليه ما بعد أزمة الكورونا؟ الحديث لكم سيدي.
الصوت قطع أخي فادي، شو كان السؤال؟ سؤالي سيدي أن بما أن الاقتصاد الأردني كان وما زال يعاني، ولكن قبل أزمة الكورونا حقق الأردن مراتب متقدمة جدا بالإصلاحات بشهادة المؤسسة مؤسسة التمويل الدولية IFC Doing Business Report، أن الأردن فعلا من الدول المتقدمة العالم بالإصلاحات، هذا ما قبل أزمة الكورونا، وللأسف جاءت الكورونا مباغتة للجميع وللعالم. فكيف هو استثمار الأردن قبل كورونا، وماذا تتأملون ما بعد أزمة الكورونا؟ شكرا أخي، سؤال مهم. خليني أربط بين الرشاقة وبين دورنا في الاستثمار وتشجيع الاستثمار مرة تانية. اليوم جلالة سيدنا قائد لهذا الوطن أثبت بشكل منقطع النظير رشاقة غير طبيعية في التعامل مع هذه الأزمة، وأعتقد أنها رشاقة نموذج عالمي وضع الأردن على الخارطة العالمية. رشاقة التي كانت ب سرعة اتخاذ القرار المناسب، الاستجابة السريعة واستشراف المستقبل اللي طبقها جلالة سيدنا. والحقيقة لما شفنا المقال اللي نشره جلالة سيدنا بالواشنطن بوست، المقابلة مع CPS، المقال المشترك مع 4 من قادة العالم، إضافة إلى الاتصالات اللي أجراها جلالة سيدنا مع العديد من دول المنطقة، كل ذلك وضع الأردن على خارطة عالمية كأنموذج. لما توضع الأردن كخارطة عالمية كأنموذج، يصبح دور كل هيئة ومؤسسة وجهة رسمية وخاصة في الأردن أن ترقى إلى هذا المستوى وأن تعمل ضمن هذا النموذج العالمي. إحنا من هون استشفينا أن دورنا يجب أن يرتقي إلى ما أهلنا إليه جلال سيدنا. اليوم دورنا لا يصلح أني أنغلق على نفسي وأقول سأنتظر إلى أن تنتهي أزمة كورونا ثم أبحث عن فرص استثمارية، في حين أني أمامي فرصة أصبحت على الخارطة العالمية. من أجل ذلك كان في عندي مسارين اشتغلنا فيهم في هيئة الاستثمار بفريق عمل أفخر به داخل هذه الهيئة من الزملاء اللي فعلا استجابوا وعملوا ليل نهار، بغض النظر إنهم جالسين في بيوتهم أو بعضهم أخذ تصريح ويجع المكاتب حتى يعمل برغم أنه لدينا إغلاق. بالإضافة لذلك مسار كان مع المناطق التنموية والخاصة والصناعية لاستشراف مستقبل العمل داخل هذه المناطق وما هي الخطة القادمة لذلك. وتعودنا سيدي إحنا في المرحلة الأخيرة أنه ننطلق بفرص استثمار، لأنه اليوم لا يكفي أني أتحدث عن البيئة الكلية. اليوم جلال سيدنا وضعنا على الخارطة، يعني إذا بدنا نحكي عن أهمية الاستثمار في دولة زي الأردن، اليوم الجميع أصبح مؤمن أن هذه الدولة فيها قيادة وفيها استقرار كلي، ليس أمني فقط وليس اقتصادي فقط، بل استقرار حتى عند الجوائح وعند الأزمات. وبالتالي بقدر أسمي هذا comprehensive stability، في استقرار شامل يجب أن أستغله. من هذا الإطار إحنا زي ما حكينا عملنا business continuity، بس رحنا صنفنا 4 قطاعات رئيسية واعدة أصبحت واضح أنها قابلة ومهتمة في الاستثمار أو مهمة للاستثمار عفوا. هذه القطاعات اليوم ما في خلاف عليها أنها تتعلق أولا في قطاع الصحة بمفهوم الشامل، بحكي عن الطب وبحكي عن الفارماسوتيكلز عن الأدوية، وبحكي عن العمل المختبري أو المخبري، وبحكي عن الصناعات المرتبطة بأدوات الوقاية، مستلزمات الوقاية، المستلزمات الطبية، الألبسة المرتبطة بالوقاية الصحية. فهذا قطاع شامل. قطاع ICT أثبت من القطاعات اللي فيه ريادة عالية في الأردن، وبالتالي نستطيع أن نجذب استثمارات لدعم مبادرات شبابية ريادية في مجال الاستثمار في ICT في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قطاع الزراعة اللي هو كان ما بشكل أكثر من 5% أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، اليوم بمفهومه الشامل أثبت أن الدول عليها كما قال جلال سيدنا في مقالته حول العولمة، الدول عليها أن تعمل على الاعتماد المتبادل. معناته هناك قطاعات تتعلق بالمواد والأغذية يجب أن نركز عليها، ويمكن جذب استثمارات محلية وخارجية على هذه القطاعات. وفي النهاية أيضا قطاع الصناعات المتعلقة بالأسمدة والتسميد والزراعة والصناعات التحويلية الأخرى كمان، هذا قطاع رابع. اليوم أخي فادي، الاقتصاد الأردني لوحده فيه بحدود 3 مليارات فوائد مالية داخل البنوك، أضاف إليها البنك المركزي تقريبا 1 مليار دينار
من خلال السياسات الجديدة اللي اتبعها، فأصبح عندي ما يقرب من 4 مليارات دينار أو 6 مليارات دولار، هذه عبارة عن فوائد مالية موجودة إذا أعتقد أنه هناك يعني يمكن صار في انقطاع في البث من خلال ليش اعذرونا لهذا الخلل الفني، اتوقع هناك صار انقطاع في البث. ان شاء الله الدكتور خالد بيكون معنا يعني قريبا، نرجع للبث مباشره. إلى أن يعود الدكتور خالد الوزني إلينا في هذا البث المباشر إن شاء الله. يعني تحدث الدكتور وهو متفائل دوما حول إجراءات حكومية قد تكون مشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي، وعدد من القطاعات التي قد تكون فعليا مشجعة أو مبشرة. وهذا كلام يعني صراحة يعني سمعناه جدا بالعديد من المحاضرات واللقاءات أيضا. بالنسبة للتقارير العالمية، كان هناك تقرير تحدث وصنف أثر الكورونا أنه قد يكون على قطاعات مختلفة بأثر عالي أو بأثر منخفض، فهناك قطاعات محددة قد تكون مجال للاستثمار. أهلا بكم سيدي مرة أخرى، فنتابع مرة أخرى. كنت تتحدث بطوفة الدكتور خالد العزيز، واسمح لي أيضا بالمشاركة بالحديث قليلا. فعلا هناك بعض التقارير العالمية التي صدرت صنفت القطاعات الاقتصادية بدرجة تأثرها بأزمة الكورونا، فهناك قطاعات تأثرت بشكل كبير وهائل مثل قطاع الطيران، الخطوط النقل الجوي، الفنادق والسياحة بشكل عام، قطاعات مثل الكهربائيات، الحديد، بعض الصناعات يمكن الثقيلة، وهناك أثر متوسط وهناك أثر قليل، ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الاي تي سوفتويرز، القطاع الزراعي أيضا، وقطاع الطبي أو الصحي. كيف ترون يعني فعلا استغلال هذه الفرصة في هذا التحدي؟ هل فعلا الأردن قادر إما على جذب استثمارات خارجية في هذا الوقت كونه بيئة داعمة ومشجعة للاستثمار، أم تعولون على استثمار داخلي؟ وهنا يعني يأتي التحدي بالاعتماد على الذات والنهضة بالصناعات المحلية. لكم الحديث سيدي. شكرا أخي فادي. بجوز بدي أكمل عند هذه النقطة اللي كنت يمكن توقفت عندها. نعم، يعني اليوم علينا أن لا نعدم المسارات إذا صح التعبير. اليوم يمكن بعرف سمعتوني قلت أنه هناك بحدود 4 مليارات فوائد موجودة في البنوك لغايات الاستثمار إذا وفرت لها الفرص المناسبة. وأنا أتفق معك تماما فادي، لأنه اليوم القطاعات التي تأثرت واضحة جدا، قطاع السياحة وقد يحتاج إلى وقت قبل أن يعود بشكله اللي إحنا عرفناه، قطاع النقل بخاصة ما نتحدث عن النقل الجوي للركاب والبري والبحري للركاب، لأن قطاعات النقل المتعلقة بالتجارة أنا بعتقد مش بس بقيت تعمل بل زادت، لأنه صار في طلب زيادي على المؤونة وعلى الخوف من الانقطاع الكامل، فخلال الفترة الماضية زاد العمل على هذه القطاعات المتعلقة بالنقل بشكل أساسي.
بعض القطاعات الصناعية زي صناعة الألبسة، يعني لا شك أنه إحنا عندنا تصدير كبير للولايات المتحدة في مجال الألبسة، ولكن هذه اليوم الناس تطلب أغذية أكثر ما تطلب ألبسة، وبالتالي هذه تأثرت حتى في صفقاتها. لكن مقابل ذلك اليوم علينا أن نفكر خارج الصندوق، أن نكون رشيقين حتى في ذلك لنستطيع أن نتخذ قرار واستجابة واستشراف مستقبل. هناك قطاعات ترغب وواعد في الاستثمار، ويمكن أنا كما ذكرت قبل قليل قطاع الصحة بمفهوم الشامل، قطاع الزراعة بمفهوم الشامل بما فيه الأغذية والزراعة السمكية وغيره من القطاعات المرتبطة بالزراعة، قطاع اللوجستيات المرتبط بالتوصيل والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية للتوصيل عن بعد، ثم قطاع الاي سي تي بمفهومه أيضا المتكامل للربط مع القطاعات الأخرى وكقطاع مستقل يقدم خدماته بشكل كبير. اليوم مجموعة العشرين أشارت في اجتماع أنا حضرت معهم من أسبوعين إلى أنه توقعات انخفاض الاستثمار الخارجي في العالم بحدود 30-40%. يعني لما نحكي الاستثمار الخارجي تقريباً $1.39 trillion خلال 2019، لما بينخفض بحدود 40% أو 30% لحالها بين 500-600 مليار انخفاضات في الاستثمار. لكن السؤال أن هذه الأموال موجودة للاستثمار إلا أنها تبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار، والملاذ الآمن اليوم هو الملاذ المستقر كما هو الملاذ في الأردن. يعني اليوم ملاذ الأردن استقراره كما أسميته قبل قليل comprehensive stability، استثمار استقرار شامل، ليس أمني فقط، ليس صحي فقط، ليس نقدي ومالي فقط، بل هو استقرار آمن للمستثمر حتى في الجوائح والأزمات والتعامل مع هذه الأزمات. فاليوم إحنا بنحكي على أموال موجودة في البنوك كانت يمكن أن تستثمر بحدود المليار تريليون وأربعمائة مليار كما كان متوقع أن يستثمر لعام 2020. هذه الاستثمارات اليوم في البنوك لا تأخذ عوائد لأنه العوائد منخفضة أصلاً في القطاع المصرفي. إذن إذا وجدت ملاذات استثمارية آمنة وليس مالية آمنة، استثمارية آمنة تؤمن العائد وتؤمن الاستقرار الشامل اللي أنا سميته بنواحي المختلفة ستأتي إليها، ومن هون إحنا وضعنا خطة استجابة بها مجموعة كبيرة من الفرص. تستغرب أخي فادي، بالتعاون مع المناطق التنموية والصناعية والحرة ومجهود شباب هيئة الاستثمار اللي أنا بفخر فيهم جميع، إحنا وصلنا لتحديد ما يزيد عن 121 فرصة استثمارية في القطاعات الواعدة. لا بل أن حتى قطاع السياحة اللي بينحكى أنه هذا سيضرب بشكل كبير، هناك منافذ سياحية مختلفة ستفتح، وإذا ظلينا ننتظر لن تفتح لنا، عشان هيك إحنا لازم من الآن نشتغل عليها في مجال السياحة العلاجية، في مجال السياحة العالجية الداخلية. اليوم الاستمتاع ببلدك الجميع سينظر إليه، بمجال السياحة الإقليمية اللي هي يمكن الوصول إليها عبر النقل الخاص، سيارة الشخص ينتقل إلى دولة تانية. إحنا اليوم في حوالينا منطقة متكاملة تستطيع أن تصل إلى الأردن من كافة دول الخليج واللافانت الهلال الخصيب، تستطيع أن تأتي للسياحة الأردن دون الخوف من الطائرات ودون الخوف من الاختلاط، بل يمكنك أن تنتقل إلى أيضا ملاذات آمنة صحيا في السياحة. فبالتالي أنا بعتقد الفرص موجودة، علينا أن لا نعدم التفكير والتخطيط، وعلينا أن نتفائل بواقعية، يعني تفاؤلنا مبني على أنه نستطيع أن نروج لفرص. وأريد أن أختم بأن أقول أننا الجميل أننا استفدنا من الجائحة بأننا اليوم قادرون على الترويج للأردن عن بعد من خلال وسائل ومنصات اجتماعية متباعدة، لكنها تقرب الصورة إلى العالم الآخر. ويمكن بدي أعلن نحن في 18/5 عندنا ورشة ترويج استثمار مع سنغافورة بناء على طلب من رجال أعمال في سنغافورة من خلال السفارة هناك، والآن نرتب لقاءين مع المغتربين الأردنيين أيضا المهتمين بالعودة والاستثمار في الأردن، لأنه وجدنا كثير منهم يشعر بأنه الأردن ايضا يستحق ان يوجه له استثماراته. فراح يكون عندنا ايضا جلستين
مع رجال الأعمال الأردنيين المغتربين في منطقة الخليج والدول العربية ثم في المنطقة الأوروبية والعالم المتقدم في أمريكا الشمالية والجنوبية بشكل عام. رائع جدا صراحة دكتور، يعني دائما من يسمعك ويستمع لحديثك يستشف الإيجابية، والإيجابية هي الإقرار بواقع الحال وتحديد التحديات والمشاكل ثم العمل بالخروج على حلول مقترحة قد تساهم فعلا في حل هذا التحدي أو هذه الإشكالية. هذه هي الإيجابية والتفاؤل المدروس أو المخطط كما ذكرت. كلام جميل جدا، يعني صراحة أن نرى أنكم تعملون حتى في هذه الأزمة، واستغلال كما عملت جميع القطاعات، استغلال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فعليا لاستمرار الحياة واستمرار العمل. فجاءت تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات لضمان الاستمرارية إما في التعليم وإما أيضا في الاستثمار والتواصل على مستوى العالم والخدمات إما الحكومية أو حتى القطاع الخاص. يعني نرى الآن أصحاب المحال الصغيرة أو المنشآت الصغيرة كيف كلها توجهت إلى المنصات الرقمية وتوجهت إلى التوصيل والأبليكيشنز، كلها في سبيل استمرارية العمل. بس لفت نظري عطوفتك موضوع أن هناك 121 فرصة استثمارية واعدة، وهذا شيء جميل، وأنكم تخططون حاليا إلى ورشة لترويج الاستثمار خارجيا في سنغافورة أو تواصلكم مع دول الخليج والجمعيات رجال وسيدات الأعمال هنا وهناك وفي أمريكا. لكن التحدي، ووصلنا سؤال أيضا بالأستاذ عباس كناوي الذي يهديك التحية، مع وجود حاجة السفر والتنقل، يمكن لفت الانتباه إلى التنقل الداخلي أو بشكل خاص، لكن مع إغلاق الحدود ونحن نرى أن أوروبا وأمريكا ما زالت يعني تعاني ولم تدخل مرحلة التعافي، فنتوقع أن تستمر إغلاق الأجواء العالمية وخطوط الطيران وإن لم تفلس بعضها، فكيف سيكون هذا التحدي من خلال جذب الاستثمار الخارجي إلى الأردن كون هناك 121 فرصة استثمارية واعدة؟ هل ستفتح الأجواء بشروط مدروسة طبعا مع تدابير صحية معينة؟ كيف سيكون الحركة؟ كيف سيكون التعامل؟ هل هناك خطة لديكم؟ يعني هي لازم أن تكون خطة دولة أخي فادي، وأنا يعني بشكر الأخ عباس على سؤاله لأنه كمان بيقول كيف نتجاوز الحاجز النفسي. يعني اليوم في حاجز نفسي بالسفر، الناس أصلاً إذا فتحت السفر بجوز مش كلها تصير تخاف تركب طائرة، وخاصة قيل أنه طائرات أكثر مجال بسبب إغلاقها كمجال أنبوبة هاي في النهاية، فبقول لك ممكن الهواء داخل الطائرة ممكن ينقل المرض، فأصبح في هاجس عند الناس في التعامل مع هذا الموضوع. أنا قناعتي إنه نعم لابد من توفير بيئة آمنة صحية للانتقال بين الدول. أنا قناعتي أيضا إنه اليوم أثبت تطور الجائحة أنها تعتمد على البعد الشخصي أكثر من فقط دور الدولة. يعني الدولة قد تكون بإجراءات كلها إلها علاقة بالصحة والسلامة وتكون من أحسن الدول في ذلك، ويكون هناك شخص واحد لا يقوم بهذا الانتباه فيؤذي مجموعة كبيرة من الأشخاص. وبالتالي في مسارين هون، في مسار التوعية الذي يجب أن نشتغل عليه بشكل كبير لتوعية الناس كيف تتعامل مع الجائحة وكيف تتعامل مع هذا المرض، ويمكن في حالة الأردن السائقين اللي بين الدول هذول لازم يتم تأهيلهم وتفهيمهم، وحتى يمكن لو لزم الأمر نصير نلبسهم زي ما بيلبسوا اللي طالع على الفضاء، يعني يكون عنده زي خاص لركوب هذه الشاحنة والتعاون مع الآخرين. ليش بحكي هذا الكلام؟ لأنه اليوم مصاب واحد لا يمكن أن يأخذ دولة كاملة رهينة في اقتصادها بأنه يغلقها. يعني اليوم إذا بده كل واحد يصاب يغلق اقتصاد كامل، أو كل 20 أصيب ويغلق اقتصاد كامل، هذا سيقضي على حياة الناس الآخرة التي تعيش على الاستثمار والعمل وما شابه. وبالتالي أنا بعتقد الحاجز النفسي يجب أن نبدأ بالتغلب عليه بأنه الوقاية وقاية شخصية قبل أن تكون وقاية الدول، وأننا علينا أن نسعى أنفسنا إحنا أن نمرن أنفسنا على توعية التعامل مع هذا المرض. هذا الجزء. الجزء الآخر
اليوم وسائل التواصل سمحت لي بأني أعرض 120 121 أو حتى نصف هذه الفرص على مستثمرين، المستثمر سيبقى من الذكاء بأن يبحث عن فرص، والمستثمر في النهاية أصبح يعي بأنه العالم الافتراضي هو كالعالم الواقعي. يعني أعطيك مثل أخي فادي، اليوم في أحد المستثمرين اللي كلمني على اهتمامه وهو خارج الأردن لبدء صناعة ما يسمى بالغانز، الملابس الخاصة للحماية والوقاية من المرض وجائحة الفيروسات بشكل عام وكوفيد 19 بشكل خاص. هذا المستثمر يعتقد أن الأردن هي المكان المناسب لتغطية المنطقة العربية بشكل أساسي، ولديه 4 خطوط إنتاج من أحد الدول من الصين يريد أن يتفق عليها. فكان السؤال هل يستطيع أن يسجل شركته عن بعد، وهل يستطيع أن يبدأ بإجراءات نقل المعدات قبل أن يصل إلى الأردن، وهل يستطيع أن يختار مكان ضمن المناطق التنموية؟ وكانت الإجابات نعم نعم نعم، وبدأ معاملته، وحتى لم يصل إلى الأردن الآن استطاع أن يتقدم بطلب لتسجيل شركة من خلال هيئة الاستثمار والنافذة، استطاع أن كما أخبرنا طبعا أن يتعاقد على الآلات، ويرغب بأن يتواجد في أحد المناطق ويتعامل من خلال غرفة الصناعة. هذه الشراكة بيننا وبين غرفة الصناعة وبين العمل عن بعد مع قطاع الاي سي تي وما توفره تكنولوجيا المعلومات، انا بعتقد ستقطع الكثير من الحواجز النفسيه في ضروره الانتقال الا للضروره. وبالتالي انا بشوف انه اليوم مره ثانيه من الرشاقه ان تستشرف مستقبل وان تستطيع ان تستجيب له بالسرعه الممكنه. وبالتالي انا متفائل جدا اخي فادي، وانت بتعرفني بجوز بطبعي متفائل، لكن بحب يكون تفاؤلي مبني على قواعد حقيقيه. ومره ثانيه انا بقول القواعد موجوده، الفرص موجوده، والاردن مليء فعلا بالفرص. واخيرا مره ثانيه بقول لدينا فرصه داخل الدوله من مستثمرين داخل هذه الدوله، لكن يمكن كلمة السر أن نبلش بمجموعة من الحوافز اللي تجعلهم يستثمروا أكثر داخل دولتهم ويستطيعوا أن يتوسعوا ويخدموا المنطقة من خلال صناعاتهم وإنتاجهم في كافة القطاعات، لا أقول في قطاع واحد فقط. أشكرك عطوفة الدكتور خالد الوزني. لا شك إحنا دائما مثل ما ذكرت يعني التفاؤل عدوى إيجابية جميلة، وإحنا دائما يعني نصاب بهذه العدوى عندما نستمع إلى كلامك المدروس والمهني والموضوعي، يعني بلا تجميل وبلا مجاملة وأيضا بلا جلد للذات، وهذا ما نحتاج بهذه الفترة، أن نثق فعلا بإجراءاتنا الحكومية، أن نقدم النصيحة والمشورة أيضا. وهناك مبادرات عديدة بين مؤسسات الوطن كافة، إن كانت مؤسسات مجتمع مدني وإن كانت منصات اقتصادية مع الحكومة، وهذا ما نادى به جلالة الملك وما تنادي به الحكومة من شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص. وهنا تحديدا تأتي هذا التحدي، تكاتف ما بين الجهات الخاصة وأيضا الحكومة وكل مؤسساتها. لا شك أن الانتقال حاليا ما بعد أزمة الكورونا كما تفضلت من يمكن تصميم أزياء خاصة وملابس مهنية لبعض المهن، رأينا بعض المحال التجارية اللي فتحت هلا خلال هذه الأزمة أيضا يعني يمنع دخولها من دون قفازات ومن دون كمامة مثلا، هذه أيضا توجهات. هنا كمان شفنا كيف أن المنصات الإلكترونية إن كانت للبنوك وإن كانت لشركات الاتصالات وإن كانت لأي مؤسسة توجهت مباشرة إلى العمل الإلكتروني في المقابل أن نحد من التجمع أو التجمهر، وهذا يؤثر أيضا بتخفيف العبء على شبكة النقل والمواصلات، يخفف العبء على وقت المواطن. فأتت الأزمة طبعا بإيجابيتها للإثبات أن تقنية المعلومات ليست رفاهية وليست كمالية، بل هي ضرورية لإبقاء الحياة بشكل أو بآخر. صحيح تمام. دكتور خالد، في بعض الأسئلة يمكن وصلتنا حاليا، إذا كيف نطلع أستاذ سوزي بتقول شكرا لهذا الحوار ورؤية المؤسسية في التركيز في قطاع السياحة بالإضافة إلى باقي القطاعات الواعدة، أقترح إضافة محور التشبيك بين السياحة وقطاع الزراعة
على قائمة الفرص الاستثمارية المطروحة. أتوقع ذكرتم سيدي أن من القطاعات الواعدة هي الزراعة. نعم. شو ممكن بالزراعة تحديدا نتحدث بهذا القطاع؟ الزراعة بمفهومها الشامل إذا بفهم اللي بتحكيه الأخت سوزي وربطها بموضوع السياحة، اليوم العديد من تجارب الدول المتقدمة في أوروبا يمكن اللي راح ربطوا بين القطاعين بفكرة السياحة الداخلية وبفكرة السياحة اللي من خارج، في بعض المناطق السياحية اللي فيها زراعات متخصصة اللي من خلالها تستطيع أن تقيم في منطقة وفي نفس الوقت تستفيد من قطف ثمار الزراعة اللي موجودة فيها، أو أن تنظر إلى المصانع المختلفة يمكن اللي راح على بعض الدول في أوروبا. حتى في لبنان أنا زرت واحدة من المناطق السياحية لورجونا على بعض مصانع المرتبطة بالزراعة، البروسيسنج تبع الزراعة كيف بيتم داخل هذه المصانع. فبالتالي نعم، أنا مقتنع أنه كل القطاعات أصلاً مترابطة ومتشابكة، لا بل أنه يعني المنتجات القطاعات السياحية يجب أن تكون من خلال الزراعة المحلية ومنتجات الزراعة المحلية والبناء على ذلك عضويا. صحيح. أشكرك دكتور خالد. هناك تعليق من الأخ أمجد، يبقى الحوار منشور على الصفحة. نعم سيبقى حوار الدكتور، ستكون يعني هذه الجلسة موجودة للجميع للاستفادة مما تفضل به الدكتور خالد أيضا لأيام لاحقة. هناك سؤال أيضا من الأخ محمد عبد القادر، ماذا أعدت هيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات استقطاب المستثمرين الباحثين عن فرص للأردن؟ ما هي الإجراءات التي تميزكم عن باقي الدول العربية؟ أنا ممكن أحكي يعني ما يميز مبدئيا هيئة الاستثمار الأردنية بقيادة الدكتور خالد الوزني، وبكل موضوعية وبلا مجاملة قيادة الدكتور خالد الوزني، رجل علم ومهنية واقتصاد وفكر وإيجابية وإنسانية أولا وأخيرا، فهذا ما يميز قيادة المؤسسة لا شك. القيادة لها دور كبير، وأيضا ما لديكم من إجراءات ذكرتموها حاليا. اسمح لي أضيف لهذا السؤال دكتور خالد، هل ستحولون النافذة الواحدة التي هي موجودة أصلا على أرض الواقع في المؤسسة في هيئة الاستثمار إلى منصة إلكترونية؟ فممكن من هذا الباب الإجابة على السؤال. شكرا أخي فادي، سؤال كثير مهم وبشكرك على الإطراء، إن شاء الله أكون عند حسن الظن. نعم سيدي، اليوم الحوافز المختلفة اللي بتقدمها الأردن ضمن مناطق تنموية ومناطق صناعية ومناطق حرة ومنطقة عقبة اقتصادية خاصة ومنطقة البتراء، هذه الحوافز الحقيقة إحنا لما قسناها كحوافز مختلفة وجدناها أنها نوعية إذا قيست لما تقدم المنطقة من حوافز. كان عندنا قضيتين لازم معالجتهم، واحدة تتعلق بالعمل عن بعد وتسهيل إنهاء المعاملات عن بعد وضمن إجراءات سريعة. يمكن الجائحة أدخلتنا إلى هذه البوابة، وهون بيجي سؤالك. نعم النافذة كلها الآن محوسبة عن خدمات عن بعد، ويعني عطفة الأمين العام في الهيئة والفريق قرروا أنه ظلوا يشتغلوا عن بعد من خلال تقديم الطلبات على موقعنا الإلكتروني، وإحنا منقوم بالعمل نيابة عن المستثمر وأن يكون اتصاله معنا وتواجده في الهيئة في حد الأدنى. وبالتالي النافذة اليوم الحقيقة تعمل عن بعد بالكامل. إحنا وعدنا المستثمرين إنه مع نهاية هو تعبئة الطلبات عن بعد، نحن نقوم بالإجراء عن بعد من خلال لجاننا وموظفينا، ثم خلال من هون لنهاية العام لن نحتاج إلى ذلك، يستطيع أن يقدم طلباته عن بعد. لكن أهم حافز اليوم من قدمه في الأردن هو هذا الاستقرار الشامل والتعامل الراقي مع المستثمرين خلال الفترة الجائحة والإدارة الحصيفة للحكومة. وكما أشرت أنا يعني وجود جلالة سيدنا في قمة ورأس العمل في المتابعة كان له دور مهم الحقيقة، بأنه كلنا صرنا بدنا نشتغل برشاقة عالية ونلحق خطوات جلالة سيدنا. وبالتالي أنا بعتقد مثل هذا التوائم الكبير خلق فرص، جعل المستثمر يبحث عن استقرار مختلف اليوم، ليس فقط
استقرار نقدي اللي أثبتته المملكة على مدى 100 عام، يعني من 1921 لليوم الأردن موسوم باستقراره النقدي، من سنة 21 لليوم الأردن الدولة الوحيدة التي اللي بتطبقها أعلى دول العالم في ذلك. اليوم من الأردن يثبت شيء جديد أننا أيضا مستقرين في التعامل مع الأزمات، قادرين على الاستجابة السريعة لها واتخاذ القرارات، وحتى دور الأجهزة الأمنية والجيش والأمن في الأردن كان دور مساند لاستقرار الدولة والاستثمار وحماية الاستقرار في الاستثمار وفي عمل الاقتصاد الوطني. وبالتالي كان الترحاب الكبير بأن وجود الجيش والأجهزة الأمنية أدى إلى استمرار مسيرة الاقتصاد ولم يعطل هذه المسيرة، بل بالعكس كان ميسر لتحقيق استقرار في عمل المصانع وفي عمل المستثمرين في مواقعهم المختلفة. تمام، أشكرك دكتور خالد. لا شك إحنا لما ذكرنا وذكرت حضرتك أن الأردن يعتبر مادة فعلا تحترم أمام العالم كملاذ آمن للاستثمار في المستقبل لما حققته الحكومة من إجراءات سليمة وصحيحة تشجع العالم للنظر إلى الأردن كملاذ آمن للاستثمار، وهذا شيء طبعا نعود به بالشكر والثناء لقيادة قواتنا المسلحة الأردنية في هذه الفترة، كوادر الطبية والتمريض وكل رجال الأمن بقيادة جلالة الملك طبعا على رأس هذا الهرم وحكومتنا الرشيدة اللي فعلا نفتخر، وهذه حالة مميزة، يعني أتوقع ستكون نقطة مفصلية بين علاقة الشعب مع الحكومة التي أثبتت في هذه الفترة تكافل وتضامن وإيجابية وشد على أيدي الحكومة في هذه الإجراءات. فأعتقد هذه حالة يجب النظر لها بفرصة للبناء عليها واستثمارها في المستقبل لكل القطاعات الاستثمارية وغيرها من القطاعات، فأعتقد هذه فرصة ذهبية. هناك تحيات لكم عديدة دكتور خالد، إذا سمحت لي بعض يعني السلامات والاحترامات لكم من عدة أشخاص. إذا ذكرنا الأستاذ طارق رشيد أيضا بأكد على كلامك أن الزراعة هي الأمن القومي لأي دولة، الأخ والصديق محمد قبيلات أيضا يهديك التحية، وإمكانية الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي والصناعات الغذائية، الريادية والمبدعة ريمة دياب تهديكم التحية أيضا، والمهندس هشام قطان يسأل عن الإجراءات المتبعة لمأسسة العمل الاستثماري، وأيضا أعتقد قمتم بالإجابة على هذا السؤال من حيث القوانين والتشريعات والفرص المستقبلية وتحولكم الرقمي. يعني هناك حكاها الأخ هشام على موضوع استقرار التشريعات، بس حتى لأنه زمان كان الأردن موسوم بأنه يعدل تشريعاته بشكل وقوانينه بشكل دائم، بس بدي أشير أنه هذا لم يعد مرة أخرى. في شهر 10 العام الماضي نجحنا بإصدار قرار لتثبيت التشريعات لمدة 10 سنوات على الأقل مهما تغيرت الحكومات، وبالتالي المستثمر الذي يدخل على تشريعات معينة تبقى مستقرة لمدة 10 سنوات على الأقل إلا إذا صدر تشريع لصالحه فيستطيع أن يستخدم التشريع الجديد. يعني إذا كانت الضريبة مثلاً اللي خضع عليها ودخل عليها على الاستثمار 10% وتحولت إلى 15% وهو مستثمر لا ينطبق عليه ذلك، لكن إذا تحولت من 10 إلى 5% يستفيد منها وتحول إليه. فبالتالي الاستقرار التشريعي اللي بسأل عنه الأخ هشام قطان موجود الآن وبقرار رسمي، ومن شهر 10/2019 أصبح مطبق وملزم لكافة الحكومات القادمة إن شاء الله. ممتاز جدا، يعني دائما الاستقرار التشريعي في الإجراءات والقوانين الأردنية هي محل يعني اهتمام وتخوف من المستثمرين ومن يعني من الخارج ومن الداخل، فلا شك يعني هذا كلام مطمئن. هناك تعليق من الأستاذة هانية جزراوي أيضا تقول أن الأزمة الحالية لها تأثير في إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد والتنمية في العالم، ما أهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم؟ من هنا ممكن أنا أسأل على التعاون الدولي دكتور خالد، طبعا الدول المانحة والمشاريع التنموية في هذه الأزمة، يعني كيف ترى من هذا السؤال
كيف ترى التعاون الدولي؟ هل يعني سنستحق دعم ومنح مستقبلا أم سيكون الأثر سلبي نوعا ما كون الأردن أثبتت أنها يعني دولة منيعة؟ أعتقد يعني في هذا التفكير ما بين مؤيد ومعارض، فما هو برأيك توجه الدولي بالدعم الدولي المستقبلي؟ سيدي خليني أقتبس من مقال جلالة سيدنا في نهاية المقال في الواشنطن بوست اللي قال فيه أنه اليوم في ظل العولمة بدنا بظل جائحة كورونا نقوم بما يخالف توصيات الطبيب. يعني الطبيب بيقول تباعدوا عشان نبعد عن أمراض كورونا وعدواها، المطلوب التقارب الاقتصادي المتكامل بين الدول حتى تخرج أقوى مما كانت عليه، وخاصة بين المناطق المشتركة لما نحكي على إقليمنا العربي والمحيط الكلي لهذا الإقليم بشكل عام. الدول مطلوب منها قضيتين: أن تتقارب وفق معادلة تسمى بالاعتماد المتبادل وليس الاعتماد المنغلق، يعني ما بصيرش كل واحد يغلق نفسه ويقول أني أنا أستطيع أن أعتمد على نفسي، هذا غير وارد لأنه كل دول فائض لديها عجز في مسار آخر، وبالتالي لابد من العمل ضمن قرية متقاربة، كما أن العولمة فرضت أن نكون قرية، لكن هذه القرية يجب أن تكون متعاونة وأن يكون هناك اعتماد متبادل. هون بيجي دور الاستثمارات المشتركة بين الدول لتكملة حلقات الإنتاج المختلفة وسلاسل التوريد. يعني قد يكون هناك صناعات في الأردن تعتمد على مواد خام موجودة في الدول المجاورة، وهذه الصناعات لا تخدم الأردن فقط بل تخدم المنطقة ككل. فبالتالي اليوم العالم مطالب بأن يعمل بشكل مباشر بالإنترديبندنس بيسموه بنظرية الاقتصاد، الاعتماد المتبادل الذي يخلق فرص للجميع ويلبي حاجات الجميع و احتياجات المستهلكين في هذه الدول. اليوم أختم بأن أقول اليوم الأردن واحدة من الدول القليلة في العالم اللي وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع أسواق لمليار ونصف مستهلك، وبالتالي لما المستثمر الذي يأتي للأردن يستطيع أن ينتج ليس فقط للعشرة مليون مواطن موجودين في الأردن بل إلى مليار ونصف مستهلك عالمي. إذا اعتمدنا أنه أيضا المواد الخام بالمنطقة فيها اعتماد متبادل، إذا فتحنا آفاق كبيرة للجميع ليس فقط للأردن، وبالتالي التقارب في ظل كورونا وبعد كورونا في الاقتصاد مطلوب تماما، في حين أن التباعد من أجل الصحة مطلوب تماما. أشكرك عطوفة الدكتور خالد الوزني، لن نطيل عليكم سيدي. أيضا هناك العديد من التحيات لكم أخي وصديقي شعلان عاكف المجالي، يشكركم لجهودكم أيضا ولجهودنا في مجموعة طلاب وغزالة، وأيضا الأستاذ بلال عيسى أبو زيد لقاء رائع وموفق، الدكتور خالد الوزني أشكرك، نبيلة أيضا تبارك لكم، الأستاذة أمال كل التقدير والاحترام. هناك العديد من الملاحظات هنا وهناك، أيضا أتوقع أن أجبنا عليها ولن نغفل بذكرها. هناك أيضا الأخ والصديق فارس العطيات يهديكم التحية. هناك العديد أسئلة تصلني من هنا وهناك. في ختام اللقاء دكتور خالد، أنا لا أريد يعني أن أخذ الحصة الأكبر من جدول أعمالكم المزدحم، لكن نحن نتشرف بهذه الفرصة الكبيرة جدا. لا شك الإيجابية والتفاؤل المدروس من خلال هذا اللقاء اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أيضا ترجمة يعني عشان نكون حياديين وموضوعيين، العالم يرانا كذلك. يعني تقارير الورد إيكونوميك أوتلوك الذي صدر وتقارير صندوق النقد الدولي التي صدرت أن العالم يعاني من انكماش والأردن يعاني من انكماش، لكن أيضا أكدوا على أن سيكون هناك نمو في الأعوام القليلة القادمة، هناك ارتداد، وهذه هي الدائرة أو الحلقة الاقتصادية، الدورة الاقتصادية. فنحن نتفائل بهذا الكلام الذي يثبت أن إجراءاتنا أيضا استقرارنا النقدي والمصرفي كما ذكرتم عطوفة الدكتور، هذا كله يدل على تفاؤل أن الإجراءات مدروسة وصحيحة وتبنى على قواعد متينة، وإن شاء الله الاستمرار والاستغلال والاستثمار في هذه الفرص.
ككلمة أخيرة عطوفة الدكتور خالد والحديث لكم سيدي الكريم، إحنا دائماً منحب بمنصة ملتقى طلال أبو-غزالي المعرفي أن نوجه رسائل خاصة للشباب تحديداً ريادي الأعمال، حيث أيضاً بهذه الأزمة هناك العديد من المسابقات العالمية التي تشجع الشباب على الخروج بأفكارهم الابتكارية بكل القطاعات، وإما تحديداً يمكن بالصحة والاستجابة لأزمة الكورونا هذا على شق، وأيضاً دائماً نتحدث عن تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية وعمل المرأة في هذه الأزمة. أين الفرصة تراها للشباب الريادي وللمرأة العاملة؟ ولكم الحديث الختامي سيدي الكريم. سيدي شكراً مرة أخرى. أنا بدي أعلق بقضيتين، يعني واحدة أنه اليوم الحكومة تعمل بشكل كامل ضمن ما يسمى بمفهوم التشارك مع القطاع الخاص من خلال المجلس الاستشاري للسياسات اللي شكل دولة الرئيس والهيئة ممثلة فيه. اليوم احنا عم نشتغل مع فرق عمل في الصناعة، في السياحة، في الزراعة، في قطاع الصحة للخروج بفرص واعدة جديدة للاستثمار. اليوم بالنسبة للشباب انا اذكر قبل الجائحة باسبوعين انا اطلقت او الهيئة اطلقت مبادرة سميناها Youth for Investment، شباب الاستثمار، الذي يقوم على خلق خلايا شبابية في كل محافظة، 12 محافظة، دورها تدرس إمكانات المحافظة وتروج للاستثمار والفرص الاستثمارية في هذه المحافظة. هذه المبادرة للشباب الرياديين سيتم استكمالها، الآن بلشنا نجهز العمل على الفرق مع بعض الجهات المختلفة حتى يقود الشباب موضوع الترويج للاستثمار في محافظاتهم ويتكلموا عن فرص استثمارية في محافظاتهم. هذا واحد. اثنين، في مبادرة جديدة ستطلقها الهيئة تحت مسمى منعة الاستثمار. هذه المبادرة سيكون أحد أعمدتها ثلاث أعمدة، واحدة منها المشاريع الريادية والشبابية ودور المرأة. الفكرة هو جذب استثمارات لدعم هذه المشاريع الريادية وتمويلها وخروجها إلى من حاضنات أو احتضانها إلى الخروج إلى العلن. هذه المبادرة مهمة بالنسبة لنا لأنها أول إشي بتجمع بين دور الشباب وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد، وفي نفس الوقت جذب استثمارات حقيقية مباشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. الهيئة ستبقى وتكون دائماً بيت المستثمر، البيت الآمن الذي يستطيع أن يركن إليه المستثمر ويحصل من خلاله على فرص استثمار جديدة، وستكون أيضاً بيت الشباب الريادي في الأردن الذي يرغب بالاستثمار والذي يرغب بأن يجذب استثمارات من خارج الأردن، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائماً على المسيرة اللي جلال سيدنا رسمها لهذا البلد، ونكون بمستوى التطلعات بإذن الله. وأنتم أهل لها عطوفة الدكتور خالد الوزني لا شك. واسمح لي من موقعي من ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي أن تسمحوا لنا أن نضم جهودنا مع جهودكم وأن ندعم مبادراتكم في إيصال هذه المبادرات وهذه الأفكار وهذه التوجهات إلى محافظات المملكة، أن نساهم بنشرها وإيصالها للمنصات الشبابية وللمجموعات والمبادرات الوطنية هنا وهناك. فيعني إذا سمحتم لنا أن نكون جزء من هذا العمل، يعني نتشرف بهذا التطوع. وأتت عدد من ملاحظات تطلب التطوع أيضا لدعمكم، وأنا مطلع على أعمالكم سيدي ومنذ زمن بخصوص المحافظات والفرص الاستثمارية في المحافظات، محافظات الأردن العديدة، مادبة، المفرق، الكرك، وأعددتم دليل يعني يوزع أيضا وينشر. هذا الدليل يعني يضع بين أيدي المستثمرين ما هي الفرص الاستثمارية، فيسعدنا أن نساهم في نشر هذه الفرص الاستثمارية. في ختام هذا اللقاء دكتور خالد، يعني اسمح لي من خلالكم أن نتقدم لكم بأسمى آيات الشكر والتقدير لكم ولجهودكم ولكل من يعمل في الميدان بشرف وصدق وأمانة، وهمه وقلبه على الوطن وهمه رفعة الوطن، ومن من من شرفاء هذا الوطن الذي تعملون دوما برص ومحبة واهتمام عال ووطنية عالية. وفقكم الله في كل ما تسعون إلى تحقيقه الآن وفي المستقبل، ولكم منا كل المحبة والتقدير. وكلمة ختامية لكم عطوفة الدكتور خالد الوزني.
شكرا أخي فادي مرة ثانية، أنا بتشرف بهذا الملتقى الطيب وهذه المبادرة منكم، ويسرنا أن يكون ملتقى طلال أبو غزالي ضمن الفريق الذي سيعمل معنا على مبادرة شباب الاستثمار. سأضيف هذه المعلومة ونتواصل معكم بذلك. أشكركم على هذا الاهتمام، عندنا مجموعة من الجهات الأخرى أيضا لنفخر فيها، فبالتالي سيكون هذا جهد إضافي. أنا بدي أشكرك كل الشكر بشكل شخصي أخي فادي، لأن أنت كنت حريص على أن أكون معكم في هذا اليوم الطيب. هذه ثقة إن شاء الله بظل عند حسن ظنك فيها، وأشكرك على جهدك العظيم الكبير، وأنا معاصر دائما لإبداعاتك في على مدى سنوات، على الأقل خلال 6 أو 7 سنوات الماضية، وبعرف جهودك الكبيرة، فالله يكون معك بإذن الله. أنا سعيد بتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالي، وإحنا وقعنا مذاكرة تفاهم مشتركة نفخر فيها بوجود سعادة الدكتور شخصياً، و نحن نفخر بأن نكون جزء من المتعاونين مع هذه الجهود الكبيرة اللي بيأديها سعادة الدكتور طلال أبو غزالي وبتأدوها أنتوا، وسعيد بأنه عنده من الذوات المميزين في الأردن وشباب الأردن المبدعين مثل الأخ فادي والعديد من القيادات الشبابية اللي بنفخر فيها. فكل التحية لملتقى طلال أبو غزالي المعرفي على هذه الاستضافة. أريد أن أبث مرة أخرى رسالة إيجابية قائمة على واقع حقيقي وليس على تنجيم إذا صح التعبير، لأن أقول أن الأردن واحة استثمار كبيرة، هذه الواحة آمنة مستقرة أثبتت أنها تؤمن بالاستقرار الشامل وتوفر للمستثمرين خلينا أسميها حاضنة آمنة لاستثماراتهم في حتى أحلك الأزمات التي يمر بها العالم. الهيئة معنية باحتضان المستثمرين، بيتهم الآمن دوما، لديها من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات، وستبقى تعمل لخدمة المستثمرين وخدمة توجهات القيادة في الأردن وخدمة هذا الوطن الطيب. بارك الله فيكم جميعا، وشكرا على هذه الاستضافة، والسلام عليكم. بارك الله بكم سيدي الكريم، وأشكرك لمحبتك وثقتك الدائمة. أتمنى من الله أن أكون عند حسن الظن، وأتمنى من الله دوما أن نكون في مؤسسة مجموعة طلاب غزال العالمية، وأيضا ملتقى طلاب غزال المعرفي الذي يسخر طاقاته وإمكانياته أيضا لدعم كل الطاقات وكل المبادرات الحكومية والمجتمعية. فكلامكم هذا يثلج الصدر وينم عن محبة وثقة، وأشكركم لمحبتكم وثقتكم، وإن شاء الله دوما الجهود الوطنية تتكاتف في ظل هذه الأجواء الإيجابية وتحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. تحياتنا للجميع وكل الكوادر، وفقكم الله سيدي وسدد الخير على خطاكم، وإن شاء الله نلتقي بكم في مناسبات قادمة، إما لقاءات رقمية وإما نلتقي وجها إلى وجه مع تباعد طبعا والتزام بمعايير الصحة، إلى أن ربنا يفرجها على العالم أجمعين وتفتح الظروف ونعيش إلى حياتنا الطبيعية، لكننا مستمرون بكل عزيمة وبكل طاقة. عطوفة الدكتور خالد الوزني، كل الاحترام لكم سيدي وكل المحبة والتقدير لكم، وأسعد الله مساءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام وبركاته. شكرا يا سيدي، بارك الله. الله يبارك فيك سيدنا. شكرا. شكرا سيداتي وسادتي متابعينا، حضورنا الكريم، نشكركم لمتابعتكم معنا اليوم، نشكر اهتمامكم وأسئلتكم وتعليقاتكم أيضا التي طمرتمونا فيها بمحبتكم وثقتكم، وعلى أسئلتكم وتعليقاتكم أيضا. عطوفة الدكتور خالد الوزني حل ضيفا عزيزا علينا، ونعدكم أيضا بلقاءات المستقبلية في كل ما يعنى به اقتصادنا الوطني. نشكر كل من ساهم معنا، ونعتذر ممن لم نستطع أن نقرأ تعليقاته أو محبته التي وصلت إلى القلب. شكرا للجميع، ونلتقي لكم بكم بلقاء مستقبلي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.